فقره خاصه بالحديث عن النادي الاهلي، وعندنا مواجهه زي ما حضراتكم عارفين طبعا امام سموحه في الدوري. هيكون لينا كلام كتير جدا وتفاصيل، بس خلينا نرحب بصديقنا العزيز جدا والزميل احمد غنيم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا نهاوند. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل، سعداء بوجودك كالعاده. ده الشرف ليا. وعندنا حواديت كتير هنحكي فيها معاك، بس تعالى نبتدي بماتش النهارده الاهلي وسموحه وتوقعاتك لهذا اللقاء، مش فيما يتعلق بالنتيجه قد ما رؤيتك للاداء اللي هنشوف من خلاله الفرقتين في الماتش بتاع النهارده. انا اعتقد يعني مارسيل كولر سيقوم ببعض اجراء بعض التغييرات، حتى السكواد اللي اعلنه بالامس شهدنا غياب بيرسي تاو بصرف النظر بقى عن اسباب هذا الغياب. ولكن متوقع ان يحدث بعض التغييرات، خاصه طبعا مع استمرار غياب محمود عبد المنعم كهربا على الصعيد المحلي. اتمنى بشكل يعني واضح ان صلاح محسن يعني يصالح الجماهير، صحيح انه نزل يعني تغريده وتوضيح بعد الاحتفال اللي ظهر بيه في المباراه الاخيره للاهلي على صعيد دوري ابطال افريقيا، لكن اتمنى ان شاء الله ان الامور تتصلح بينه وبين الجميع. لسه بعض الجماهير زعلانه. فيما يخص التشكيل بشكل عام، اتوقع طبعا عوده علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني طبعا في حراسه المرمى، محمد الشناوي، اليو ديانج اكيد ركيزه اساسيه في نص الملعب، هو خط الوسط اعتقد ممكن يشهد بعض التغييرات، ممكن نشاهد كوكا جنب امام عاشور، ممكن نشاهد قفشه، ممكن نشاهد مروان عطيه. حقيقه يعني كولر عنده خيارات كتيره جدا. في الجانب الهجومي اعتقد صلاح محسن ممكن يكون موجود بشكل اساسي طبعا نظرا لغياب كهربا واصابه مودست. حسين الشحات ايضا متوقع تواجده بشكل اساسي، فيمكن دي ابرز ملامح التشكيل. لكن بالتاكيد لابد ان يحدث روتيشن، والروتيشن مهم جدا لان الفتره الجايه هتبقى فتره مضغوطه جدا، حتى طبعا التوقف الخاص بكاس افريقيا. طيب انا عايزه اروح معاك للخصم شويه، يعني دايما في اي مباراه مع النادي الاهلي بحب اشوف اللي قدامك شايفك ازاي. طبعا افريقيا الثقه بقت زايده شويه لما نيجي نتكلم من الخصوم بتوعنا عن النادي الاهلي، لكن كمان لو هتكلم محليا في بعض الفرق بقى عندها الطموح ده او الثقه دي ان هي تقدر تنافس النادي الاهلي. كابتن احمد سامي من المديرين الفنيين اللي عندهم فكر يعني، وتحس عنده برضو طموح كبير جدا. فانا استشفيت من متابعتي اليومين اللي فاتوا ان كابتن احمد سامي برضو عنده نفس النهج او نفس الثقه، لا انا ممكن على فكره هلعب بشكل دفاعي اكتر، لكن انا ممكن احرز اهداف، ليه لا؟ زي ما عمل الجونه مع الاهلي. يمكن الاهلي مشكلته ويمكن ده اللي جرأ برضو او هيجرأ بعض الفرق في الفتره الأهلي اللي جايه. الاهلي يا نهاوند مشكلته اضاعه الفرص، يعني في الدوري الافريقي مش ممكن كميه الفرص في الاربع مباريات. الاهلي لم يحقق الانتصار، طبعا في ممكن غياب توفيق وفي برضو بعض الاخطاء الدفاعيه لابد ان نعترف تحديدا في مباراه الذهاب ضد سان داونز، ولكن كميه اهدار فرص يعني في الشوط الاول ضد سان داونز هنا لو كان فرصه واحده حتى باستثناء ضربه الجزاء اللي ضيعها علي معلول، لكن انا بتكلم ان كميه اهدار الفرص غير طبيعيه، لابد على الاهلي ان يستغل الفرص. وهنا بتكلم على صلاح محسن انه يصالح الجماهير بتسجيل الاهداف بشكل كبير جدا، وكل فرصه يحاول يستغلها. كولر نفسه وقف عند التفصيله دي في واحد من المؤتمرات الصحفيه وقال لك ان النادي الاهلي، وبيتكلم على فكره على موسمين مفتوحين على بعض، حتى كلامه كان يشمل الموسم اللي فات بالزبط. فكره ان احنا النادي الاكثر احرازا للاهداف والاكثر اضاعه ليها بنفس الوقت. فرص ايه ده؟ حلوه. لا دي فعلا احصائيه اللي قالها كريم دي احصائيه مظبوطه. لا بالفعل الموضوع يعني لا فعلا في مشكله، في مشكله حقيقيه. هي حلوه في ان انت قدرت بتخلق الفرص، يعني لا الجمله حلوه في ان انت بقيت فاهم مشكلتك فين. بالزبط. انا بقى فعلا اكبر نسبه هنا واكبر نسبه هنا، فانا حطيت ايدي على المشكله، بس المشكله دي معايا من الموسم اللي فات على فكره واللي قبليه. كنا بنامل ان يكون في يعني نسبه اقل لهذا الموسم، وابتدينا بشكل مش وحش، بس واضح ان هي حتى المنافس لما بيختلف هو الاداء مع النادي الاهلي ثابت في المشكله دي، ملهاش علاقه بالمنافس اكيد خالص. اكيد سموح هيلعب بتحفظ دفاعي طبعا. كابتن احمد سامي عنده فكر وبيلعب بنهج هجومي في بعض المباريات، بس طبعا باستثناء بس الاوبن جيم مش لمصلحته مع النادي الاهلي استحاله نهاوند. يعني استحاله أكيد. وبالتالي هو هيلعب على الهجمات المرتده وتحفظ دفاعي. اتمنى ان النادي الاهلي يسجل في الشوط الاول، لانه واضح جدا ان الاهلي في الفتره الاخيره اهدافه بتتاخر للشوط الثاني، وده بيخلي بعض الفرق المنافسه سواء يعني الصعيد المحلي او حتى على الصعيد الافريقي ممكن تتجرأ عليه قليلا. فاتمنى الاهلي يخلص ان شاء الله. ممكن ده بيحصل بالفعل وحصل في كذا لقاء. الاهلي كمان مطالب انه يفوز طبعا لتعويض التعادل مع الجونه، يفوز في مباراه اليوم حتى كمان ينفرد كمان ان شاء الله بالصداره، لان هو عنده مباراه ناقصه لسه في المستوى الدوري ومتعادل حاليا في النقاط مع بيراميدز. قبل ما نسيب تفصيله اهدار الفرص، عايز اعرف طبقا للي انت شايفه مرجعيتها ايه؟ السبب فيها ايه؟ هل هو تسرع ورعونه؟ هل هو عدم تركيز؟ وهنحيد التوفيق من عدمه بعيدا عن المعادله دي. مفيش مهاجم، مرجعيتها ايه؟ مفيش مهاجم صريح بيخلص في الاهلي، ودي مشكله ويعني مشكله الاهلي ببحث عنها من مش عايز اقول حتى من ايام كولر. تفنيش الهجمه بيعتمد فقط على المهاجم الصريح بنسبه كبيره، واكبر دليل لو يعني استشهدنا بحاجه من اوروبا مانشستر سيتي ايرلينج هالاند.
مانشستر سيتي ما كانش بياخد يعني في السنوات الاخيره كان عنده مشكله في دوري ابطال اوروبا، لكن لانه ما كانش عنده مهاجم بقيمه ايرلينج هالاند. لما جه ايرلينج هالاند الموسم الماضي حتى لو مش بيسجل بيفتح مساحات في الدفاع، في دفاعات الخصوم. ده شاهدناه بصوره واضحه جدا في مباراه الاياب ضد ريال مدريد لما مانشستر سيتي كسب برباعيه، رغم ان هالاند ما سجلش لكن يعني صنع فرص كتير واهدر فرص كتير وفتح مساحات كتير جدا خاصه للبرتغالي برناردو سيلفا. وبالتالي اعتقد لو وجود مهاجم، للاسف الشديد مودريتش تحظوا سيء جدا مع الاهلي بشكل كبير جدا، وحتى الان انا كنت متفائل بيه بشكل كبير، لكن للاسف الشديد الامور حتى الان واضحه ان هي مش ماشيه مع مودريتش. بس ليه برضو استاذ احمد؟ يعني ما ده بيحصل وحصل قبل كده كتير جدا مع لعيبه موجوده عندنا والتالق بتاعهم ظهر بعد سنه. يمكن مشكله مودست يعني هواند ان سنه كبير مش صغير، يعني مش زي فلافيو لما جه ايام مانويل جوزيه كان لسه سنه صغير وكان ممكن يديك يعني يدي قدام بشكل كبير جدا، يدي سنين قدام. ان داروين نونيز على سبيل المثال مثلا في ليفربول، انا بحب على طول اضرب امثله بره، داروين نونيز الموسم الماضي او الموسم دي مع ليفربول كان عنده مشكله كبيره في التاقلم بسبب اساسي هو اللغه، لكن داروين نونيز لان سنه صغير وبالتالي بدا يتالق بشكل كبير الموسم ده، وشايفين الثنائيه بتاعته الاكثر رائعه مع محمد صلاح. فانا اعتقد بشكل كبير جدا ان مشكله مودست الحقيقه ان سنه كبير وهو جاي موسم واحد فقط، فهي دي يمكن المشكله الرئيسيه. اتمنى يعني للاسف طبعا الاهلي هيدخل كاس العالم للانديه وعنده المشكله دي وبيواجه اتحاد جده، صحيح ان اتحاد جده عنده مشاكل وجاب مدرب جديد بس بالمناسبه مدرب بس يبقى اتحاد مدرب جده فريق يبقى اتحاد جده باسماء كبيره طبعا. ومدرب اسم كبير جدا في امريكا الجنوبيه في الارجنتين تحديدا اللي حقق بطولات كبيره جدا مع ريفر بليت. نتمنى ان شاء الله ان يتم يعني معالجه هذا الامر باي طريقه إن كان الى ان تاتي انتقالات يناير ويتم التعاقد مع مهاجم صريح. ممكن اقول حاجه؟ معلش يعني ده مش قصه الواحد بيدافع دفاع اعمى يعني، بس انا مش مقتنعه شويه بقصه كبر السن. يعني 35 سنه جاي من دوري قوي للدوري المصري لسه بيتاقلم، لعبه مختلفه تماما. خلي بالك برضو معظم المحترفين او معظم الصفقات اللي احنا معتمدين عليها افريقيا، فانت مش بعيد، لكن انا جايبه من دوري برضو بعيد جدا، يعني الدوري الالماني مختلف تماما عن الدوري المصري. فانا بشوف ان ده ملوش علاقه بالسن على قد ما له علاقه ان هو هيظهر بس لسه. دي وجهه نظري وليس دفاعا والله، بس المنطق يقول كده. منطقك مظبوط جدا يا هواندو، بدليل زلاتان ابراهيموفيتش في مسيرته لما راح مانشستر يونايتد وهو 36 سنه تاقلم بشكل مبكر، وحتى لما راح لوس انجلوس جالاكسي في امريكا في بالزبط. دنيا ثانيه خالص، في اول مباراه سجل هدف يعني يعتبر من احسن الاهداف حاليا في تاريخ الدوري الامريكي. لكن هي المشكله كلها ان مودس اصاباته كتير واصاباته كتير. ما هو في فرق في الملاعب وفي ولا ايه؟ في فوارق ورا في المحصله النهائيه واحده، يعني بيبقى في الاخر مش عارفين نستفيد من خدماته انجاز التعبير. لان بالمناسبه مودس اللي كان بيشوف اهدافه في الدوري الالماني تحديدا في الكرات العرضيه وفي التمركزات بتاعته هو لعيب جيد جدا طبعًا بالمناسبه يعني طبعًا. وليه هدف شهير وليه هدف شهير جدا ضد بايرن ميونخ من سنتين تقريبا، هدف شهير جدا سجله المكان اللي هو كان متمركز فيه بيدل ان هو مهاجم جيد. هي مشكلته كلها الاصابات وجمهور الاهلي ده. انا اعترف يا كريم ونعترف ان هوانت ما عندوش صبر انه على طول متطلب انتصارات والقاب و الجمهور الاهلي بيطالب ان الاهلي يروح كاس عالم انديه عايز يلعب مانشستر سيتي. اللعيبه والاهلي هو اللي عوده على كده وده حق مشروع او مطالبه طبعا مشروع وبالتالي يعني. الجمهور مش صابر على مودست وزي ما قلت لك هو مش مودست كله والله يعني اختلفت الاراء شويه يعني. معظم عشان اكون امين معاك معظم الاراء حاليا اصبحت يعني مش خلاص شايفه ان الاهلي الكلام ده كان بيتقال على بيرس تاو على فكره، وبعد كده دلوقتي شوف بيتقالي على بيرس تاو صح ولا غلط؟ قوي زي مودست الحقيقه تاو، وان كان زي ما انا وند بتقول فعلا في الاول خالص الناس كتير كانت قاعده في اول موسم مع موسيماني بالفعل لا صح كما ذكرت نهاوند بيرسي تاو بالفعل في اول موسم ما كانش قوي، لكن برضو ارجع هنا برضو لعامل السن اعتقد ان وبعدين بيرسي تاو واضح ان هو كان صفقه لسنين قدام لكن غير مودست، فعشان كده بتكلم في جزئيه السن. تعالى نقف كده عند المشكله الازليه، فكره تلاحم المباريات وتلاحم البطولات وان احنا وصلنا لمرحله ان تقريبا كل ثلاث ايام عندنا ماتش ما في بطوله ما سواء محليه او قاريه او حتى دوليه يعني زي كاس العالم للانديه. بعيدا عن الـ 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 الاجهاد اللي هينتج عن هذه التفصيله بطبيعه الحال، لكن الى اي درجه فكره ان انت بتروح بره مصر وتلعب في بطوله مع منافسين اقوياء وترجع بعديها تلاعب فرق محليه هنقول بالمقارنه بالفرق اللي انت كنت لسه بتلعبها هنقول متواضعه بالمقارنه بيهم،
دي حاجه مفيده ولا مش شرط ممكن تجيب نتيجه عكسيه؟ بص يا كريم، انا عايز اقول لك ان دلوقتي اوروبا كلها وتحديدا في الدوري الاسباني في يعني فتره التوقف الاخيره، الدوري الاسباني من اكثر الدوريات اللي اتاثروا. لما بنتكلم في ادواردو كامافينجا وفينيسيو جونيور من ريال مدريد اتصابوا فتره التوقف، جافي نجم برشلونه جاله رباط صليبي كامل وهيغيب حوالي 9 اشهر، الموسم انتهى وام اوروبا بالنسبه له انتهت. فكره تلاحم المباريات دي فكره قاتله جدا للاعيبه كره القدم، ولكن بيتم علاجها حاليا لما بننظر للجانب في اوروبا بيعملوا ايه، وحتى في السعوديه حاليا الروتيشن لابد من الروتيشن، يجب على الاهلي وعلى مارسيل كولر ان يتم عمليه الروتيشن. كان النهارده بتكلم لابد من الروتيشن لانه الفتره الجايه فتره مضغوطه حتى الوصول الى التوقف بسبب كاس افريقيا. ان لم يتم الروتيشن يعني انا مش طبعا ما بتمناش اصابه اي لاعب، لكن بالتاكيد هتحط اصابات في النص، لان الروتيشن ده لازم لابد من الروتيشن. انت بتلعب كل 3 ايام، ولابد على كل الانديه المصريه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه ان تعود نفسها على روتيشن. وفي الحقيقه يعني في الحقيقه بشكل كبير جدا برضو يعني قصه ان كاس السوبر ان احنا في وسط هذا الضغط وجدول المباريات انه يتم طبعا التجربه الاسبانيه والتجربه السعوديه والتجربه حاليا ايطاليا كمان هتعملها وكاس السوبر من 4 فرق، هي تجربه جميله جدا، بس الدول دي والمسابقات دي عندهم براح ان هم يعملوا كده، احنا حاليا ما عندناش براح. وبالتالي كان ممكن متحفظ بعض الشيء على زياده، هي المفروض مباراه واحده وخلاص، لكن بما انها تمت خلاص تمام ما فيش مشكله، ولكن لابد من عمليه الروتيشن بشكل كبير جدا الفتره الجايه، لان ان الاهلي او اي حد بيشارك بشكل مكثف في بطولات كتير ولم يكن عمليه الروتيشن اكيد اكيد لعيبه هتقع منه في النص، وممكن باصابات ضخمه جدا زي ما حصل مع جافي في برشلونه. طب ما احنا لما جينا اتكلمنا عن الروتيشن طلع بعض الناس، ومش بتكلم على جماهير الاهلاويه خالص، بتكلم من بعض المحللين، قال لك هو كولر ليه ما بيثبتش التشكيل؟ ليه ما فيش سكواد واحد زي ما كان يعني ايام موسيماني؟ سكواد واحد قوي معتمد عليك ده رائع جدا، بيحقق لي المطلوب هايل جدا، بس المشكله ان انا لو عندي اصابه او غيابات انا خلاص رحت. ف يعني ليه دايما مع كل حاجه مطلوبه بيبقى في برضو تحليلات مختلفة واعتراضات؟ يعني هو مع احترامي الشديد يعني هو موسيماني خد مع الاهلي في الدوري ابطال افريقيا خد مرتين وخسر، وصل الفاينل في التات وخسر بس في الدوري المصري اثر عليه بشكل سلبي، ان ما بالظبط ان ما فيش روتيشن، بالتالي اللعيبه لما رجعت لعب في الدوري المصري حدث الانهيار البدني حتى لو ما فيش اصابات، وبالتالي خسر النقاط في الجولات الاخيره لصالح المنافس الزمالك. وبالتالي لا الروتيشن عندك كولر دلوقتي عامل الروتيشن دي يمكن من اكتر الامور المميزه في اللي عاجبني في كولر ان عاجبني في كولر يا كريم انه عارف هو بيعمل ايه، سادد ودانه عن اي كلام بيتقال، ان هو عارف كويس وهو اكتر واحد متعايش مع اللعيب. مع احترامي الشديد في بعض المحللين دون ذكر اسماء طبعا على طول بينتقدوا كولر عمال على بطال، يعني هم شايفين ان كولر والله هو مش كولر بس، هو لازم يبقى في انتقاد كده عشان نعمل بروباجندا يعني للنادي الاهلي. كولر حتى لو خسر يعني حتى لو خسر تلحق. يعني انا اسف بس سريعا انا هوندي، يعني حتى لو كولر خسر السنه دي السوبر الافريقي والدوري الافريقي، يا جماعه كولر السنه اللي فاتت واخد 2 سوبر مصري، واخد دوري ابطال افريقيا، واخد كاس، يعني واخد كل البطولات. ما هو المطلوب اكتر من كولر؟ حتى لو السنه دي ما وفقش في بعض البطولات، ما فيش يعني فريق في العالم بيكسب كل البطولات. الافه دي نقدر نقول ان هي طبيعه النفسيه لما بيبقى في شخص كيان. بالعكس والله انا شايف ان في جماهير كتير جدا دعم الكولر، بالعكس انا مش بتكلم على الجماهير على فكره، على فكره الكلام ده ما بيطلعش من الجماهير، ده بيطلع مينلي من بعض البرامج اللي احنا عارفينها، من بعض الاشخاص اللي احنا كلنا عارفينهم، يعني هنروح من بعض فين؟ فيعني بتحس ان هو ايه كل ما هخبط في الكبير كده انا ايه مش بعمل مشاهده اكبر. بس يعني يا هوند مش معقوله كل الناس، يعني مش معقوله معظم الناس فاشله، يعني ده فاشل وده فاشل. مفيش في عالم بلغه كره القدم، في عالم كره القدم العالميه هذا التذبذب في الاراء، يعني هو انا مباراه لعبت كويس فانا كده هترفع لي 7 سما، لعبت المباراه اللي بعدها وحش او حتى ثبت المستوى يا عم غيروه بقى يا عم مشوه من مباراه واحده، مش ده مش بروفيشنال وغير منطقي ومش سليم. مش بروفيشنال يعني. صح انا بتفق معاكي مش بروفيشنال بصراحه، ونتمنى الامور دي كمان تتغير عشان حتى ثقافه المشاهدين اللي بيتفرجوا. هتغيرها ازاي انت بلد فيها 100 وكذا مليون كلهم عند اللزوم مدراء فنيين ومدربين ومخططي احمال وبيحطوا خطه؟ انا بتكلم في المحللين، الجمهور يتكلم زي ما هو عايز، بتكلم في المحلل المفروض هو دارس، فبالتالي هو لما يطلع يتكلم مش كل حاجه اصل ده فاشل واصل ده ومن بعد المباراه ده مش بقول لك على حاجه قبل ما نطلع فاصل ونرجع. يعني قريت انا تعليق مره كنت كاتبه
يعني كنت كاتبه حاجه على تويتر على الجمله دي تحديدا او على الفكر ده لو او المينتاليتي دي الناس دي يعني، فواحد رد ضحكني جدا قال لك منتظره ايه يا استاذه نهاوند من الناس لما النمله بتمشي على الحيطه بيحطوا صباعهم عشان يخلوها تغير طريقها. دي حقيقه احنا بنعمل كده في حياتنا، فما سابوش النمله في حالها، هيسيبوا النادي الاهلي وبعض الناس في حالهم عادي ده طبيعي يعني. امر غير منطقي بشكل انا وانا صغير كنت ساعات بعمل كده والله. والله الموضوع خلينا نروح ونرجع. وتعالى نروح شويه بقى للدوريات الاوروبيه، ولو في مساحه وقت نرجع مره تاني للدوري المحلي، وتعالى نقف تحديدا عند محمد صلاح والصراع على لقب هداف الدوري. هو لغايه دلوقتي عنده 10 اهداف وهالاند 14. بيوسع عن كده ولا في مساحه ان محمد صلاح يحاول يزود من رصيده؟ في اكيد في بالتاكيد مساحه لمحمد صلاح يزود رصيده، بس هو المشكله في هالاند مش في صلاح، لان هالاند ماكينه تهديفيه. يعني ليفربول حتى لو ما كانش بيسجل فيه سجل فيه في المباراه الاخيره، رغم ان هالاند ما كانش جاهز بنسبه 100%، لكن الحقيقه محمد صلاح حتى في وجهه نظري حاليا الى جوار هالاند وبيلينجهام من احسن ثلاث لعيبه في العالم، مش بس لتسجيل اهداف للصناعه. ليفربول كان بيعاني امام مانشستر سيتي، لكن هو محمد صلاح قدر يفتح مساحه بتحركه بالكره لترينت الكسندر ارنولد اللي استلم الكره من صلاح ثم سددها في شباك مانشستر سيتي. فمحمد صلاح نضج بشكل كبير جدا طبعا. مش بس في التسجيل طبعا. في الصناعه، وبيقدم موسم استثنائي، اتمنى ان شاء الله ان نستفيد منه منتخب مصر باذن الله في امم افريقيا. لكن محمد صلاح قادر بالتاكيد على زياده غلاته التهديفيه في البريمير ليج، لكن تبقى المشكله ان هالاند مكانه تهديفيه لا تتوقف. بنتكلم يا كريم ان اللعيب وصل 50 هدف في البريمير ليج منذ وصول للدوري الانجليزي في 48 مباراه، ارقام خرافيه يعني، عدد اهدافه اكتر من عدد المباريات يعني، فحاجه صعبه جدا بصراحه يعني. هروح للدوري الاسباني شويه، وبتحديدا نتكلم عن برشلونه، لان طبعا برشلونه في حته كان قبل 2020 2019 تحديدا مع رحيل ميسي، مع الاحداث الاداريه والمشاكل الماليه وغير كده، طبعا تراجع بشكل كبير لحتى هذه اللحظه. ما نقدرش نقول رجع زي الاول، ومش متوقع قوي ان هو ممكن يرجع في المستقبل القريب بالظبط. فحاليا هو بيحتل المركز الرابع، اداء ونتيجه حتى هذه اللحظه بتقيمها ازاي لبرشلونه؟ لان برضو الواحد بيزعل ان ده نادي عريق وليه تاريخ كبير جدا يعني. لا، النتائج متخبطه بشكل كبير، برشلونه يعني بيفوز بصعوبه بشكل كبير، حتى المباراه الاخيره ضد رايو فاليكانو تعادل 1-1 وهو كان مهزوم، وتعادل يعني بهدف عكسي مش هو اللي سجله. في الشامبيونز ليج كان امام فرصه ليحسم التاهل دور 16، خسر ضد شختار. برشلونه عنده مشاكل كبيره جدا، مشاكل ماليه منذ كما ذكرت نهاوند، منذ جائحه فيروس كورونا والكيرف يعني نزل بشكل كبير جدا، مش قادر يجيب صفقات لعيبه يعني من الصف الاول، اضطر يبيع اجزاء من اصوله ابرزهم قناته التلفزيونيه حتى اضطر ان هو اجبر على اغلاقها. فانا اعتقد ان برشلونه الامور التخبط ده هيستمر الفتره الى الوقت طالما استمرت الازمه الماليه. اسف. جميل. طيب، وبالنسبه بقى للدوري الالماني والصراع المشتعل بين البايرن وليفركوزن، وناس كتيره متفاجئه ان ليفركوزن ماشي بخطوات يعني قويه جدا لدرجه ان هو اللي دلوقتي متصدر، يعني بايرن ميونخ هو في المركز الثاني حاليا على حد علمي. بايرن ليفركوزن عنده اسماء مهمه جدا، يعني كريم اديمي او فيرتس او فريمبونج او ما الى ذلك، اسماء بتادي بشكل كبير جدا، لكن بايرن ليفركوزن نقطه قوه تشابي الونسو. الناس متفاجئه بان تشابي الونسو مدرب بهذا الشكل مع بايرن ليفركوزن. تشابي الونسو يا كريم وهو لعيب كوره، لعب تحت قياده رافائيل بينيتز، جوزيه مورينيو، بيب جوارديولا، كارل انشيلوتي، وبالتالي انا مش متفاجئ خالص ان هو يكون مدرب بهذا الكواليتي. هو مرشح بقوه ان يخلف كارل انشيلوتي في ريال مدريد، ومتوقع ان يعني بايرن ليفركوزن سيواصل المنافسه مع بايرن ميونخ، خاصه هو بتصدر حاليا بفرق نقطتين، لكن بايرن ميونخ هو النقطه المضيئه بالنسبه لي حتى الان. هاري كين اول لعيب في تاريخ الدوري الالماني يا كريم بعد مرور 12 جوله بيسجل 18 جول بعد 12 جوله فقط، هنتكلم ماكينه تهديفيه برده جباره، وبالتالي انا سعيد ان المنافسه في الدوري الالماني بهذا الشكل بعد سنوات من السيطره المطلقه لبايرن ميونخ. طيب، دوري ابطال اوروبا برضو سريعا نكون اخذنا كل الملفات، يعني هل برضو متوقع مان سيتي؟ يعني خلينا نقول لان التوقعات اصبحت بتدي ملل شويه ليه وبتفقد المتعه ليه كره القدم في البطولات كلها عالميا، هل برضو متوقع هيمنه مان سيتي، خصوصا ان هو برضو طالع بسرعه يعني ملهوش منافس، حتى لما تيجي تتكلم عن ماتشاته مع ليفربول لا برضو مان سيتي الافضل صراحه يعني. مانشستر سيتي بيتجه مرشح انه يحتفظ باللقب، لكن عنده منافسين، عنده بايرن ميونخ بقياده هاري كين، عنده
عنده ريال مدريد بإرث ريال مدريد ووجود لاعب بقيمة جود بيلينجهام. دي حاليا دي الفرق اللي انا شايفها حتى ان تقدر تنافس مانشستر سيتي على اللقب. ما اقدرش استبعد انتر ميلان وصيف النسخة الماضية. مانشستر يونايتد طبعا ظروفه صعبة بشكل كبير جدا. اتلتيكو مدريد ممكن يوصل ادوار متقدمة لكن ما اقدرش ان يقدر يوصل ادوار بعيد. لكن مانشستر سيتي قادر على الاحتفاظ باللقب لكن الامور مش هتبقى سهلة لان عنده بايرن ميونخ وعنده ريال مدريد حتى لان دول ابرز اثنين مرشحين ان هم يقدروا ينافسوه على اللقب هذا الموسم. جميل. تعالى بقى نرجع من الدوريات الاوروبيه للمنتخب الوطني بتاعنا. شوف انت بقى عمال تدوخنا ازاي؟ احنا ورانا حاجه. ما لسه احنا في اوروبا رجعتنا ليه؟ ناخد فكره كده عن رؤيته للمنتخب وعن مشوار المنتخب حتى هذه اللحظه وتوقعاتك لبقيه المشوار عامل ازاي؟ خلاص كاس افريقيا على الابواب. خلاص يعني خلاص كاس افريقيا على الابواب. يعني لا انا عايز اقول ان فتره التجارب انتهت والمباريات السهله صراحه المباريات السهله انتهت. تصفيات كاس العالم مع احترامي الشديد يعني احنا يعني في بعض اللعيبه بيتكلموا احنا حلمنا نتاهل. لا هو الطبيعي ان احنا نتاهل من هذه المجموعه. صحيح. وان عدد المنتخبات زاد 9 منتخبات من افريقيا فالطبيعي ان احنا نتاهل لكاس العالم. خلاص احنا السؤال احنا هنعمل ايه في كاس العالم ده شك. لكن الشك فيما يخص افريقيا الامور هتبقى صعبه بشكل كبير جدا. انا نفسي ان منتخب مصر بالتاكيد يحقق اللقب. احنا اخر لقب كان 2010 وكمان عشان محمد صلاح يستحق بهذه المسيره الاسطوريه ان يحقق لقب مع منتخب مصر. لكن الامور مش هتبقى سهله. منتخب المغرب مرشح بقوه. السنغال متواجده حامل اللقب رغم ان خلاص معظم لاعبتها تقدمت في العمر ومعظمهم كمان في لعيبه الاساسيه سابت اوروبا بيلعبوا دلوقتي في الدوري السعودي. كوتيفوار المنظم. الكاميرون رغم التخبط اللي موجود لكن تبقى مرشحه. الجزائر برده رغم تراجع المستوى تبقى مرشحه. تونس برده لان تونس الحقيقه نتائجنا معاه في الفتره الاخيره للاسف لصالح تونس فالامور صعبه على روي فيتوريا. واضح انا عندي قناعه ان روي فيتوريا مش مقتنع قوي بمعظم لعيبه الدوري المصري باستثناء ممكن بعض لعيبه النادي الاهلي واحمد سيد زيزو من الزمالك. لكن بقيه الطباع ده جالك منين؟ لان في الماتشات حتى سواء في تصفيات كاس العالم او حتى في المباريات الوديه كان معظم التشكيل محمد النني مثلا ما بيلعبش مع ارسنال خالص وبيلعب بشكل اساسي. طارق حامد بصرف النظر عن المشكله الاخيره اللي حصلت كان هو اللي بيلعب. فواضح ان هو عنده قناعه تامه بالمحترفين اللي بره ان هم متواجدين بشكل اساسي ومعاهم ممكن مصطفى فتحي احمد سيد زيزو طبعا نجوم النادي الاهلي في خط الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم محمد الشناوي بالطبع وحسين الشحات برضو امام عاشور. ان شاء الله المشكله باذن الله تكون اتحلت خلاص. وبالتالي انا في وجهه نظري ان روي فيتوريا امام مهمه صعبه مش مستحيله لكن صعبه جدا ان هو يقدر ياخد البطوله. مش مستحيله ولكن هتبقى صعبه نظرا لان المغرب مرشح بقوه والمغرب في حته ثانيه المغرب بصراحة. بس مش شرط ياخد البطوله لان كوت ديفوار يعني هوند وادعو جماهيرنا تشوف كوت ديفوار غير ان هي على ارضها منتخب تقيل بشكل كبير جدا. نتمنى اكيد بحلم طول عمرهم على فكره طول عمرهم بس ما عدا فترات معينه كان في يعني افول لنجم كوت ديفوار لكن في المطلق هم طول عمرهم في طول عمرهم بالظبط. مش عايزين ننسى نيجيريا رغم التخبط اللي هم بيعيشوا فيه لكن نيجيريا عندها واحد من اهم المهاجمين في العالم فيكتور اوسيمين اللي ممكن يروح تشيلسي في يناير بمبلغ خرافي. فلا اعتقد ان يعني منتخب مصر مهمه مش مستحيله لكن صعبه بشكل كبير. لكن نتعشم ان احنا ان شاء الله نحقق اللقب باذن الله. طب احنا هنتعشم لامتى علشان المستوى يعود مره ثانيه ل 2010؟ انا بتكلم بجد والله لان اكيد ده حق لكل الجماهير المصريه ان انا اشوف المنتخب بتاعي بالقوه اللي هو كان عليها لغايه 2010. كنا تقريبا عالميا رقم 9 عالميا تقريبا حاجه زي كده كمنتخب. بص انا هوندا مش عايز اقولها ان هو كان بفضل الاهلي عشان انا مثلا في قناه الاهلي وانا لا نقولها اصل ده واقع يعني بس هو كان واقع لان كان الكابتن حسن شحاته طبعا المدرب التاريخي لمنتخب مصر كان عمود المنتخب مصر والنادي الاهلي وليس المحترفين. وجيل النادي الاهلي ده كان جيل استثنائي لكن القاعده عشان احنا نقدر ننافس دعنا نعترف يا كريم ونعترف يا هوند لابد ان نطلق العنان للاحتراف بره في اوروبا في كره القدم الحقيقيه. المنتخبات الافريقيه سبقتنا ومنتخب المغرب تحديدا حقق هذا الانجاز التاريخي في كاس العالم لان كل لعيبته او معظمها بتلعب في التوب ليفل في اوروبا وهذا التوب ليفل مخليهم كان يواجهوا البرتغال واسبانيا وفرنسا وكرواتيا وبلجيكا كل الاسماء الرنانه دي وهم مش خايفين لانهم بيلعبوا قدامهم. فاحنا عشان نقدر نعمل ده لازم نطلق العنان لاحتراف اللاعبين بشكل اكبر. لكن بمستوى الدوري المصري الحالي عشان اكون صريح وامين معاك لا الامور هتبقى صعبه بشكل كبير ان احنا على الاقل حتى ممكن نقترب من انجاز المغرب. طب وليه ده حاصل على المستوى الدوري المحلي بتاعنا؟ ليه مش عارفين نلاقي عناصر منوره؟ دي مشكله من قطاع الناشئين يا كريم بشكل كبير جدا يمكن باستثناء النادي الاهلي. في مشكله كبيره جدا في قطاعات الناشئين يا كريم. احنا عندنا ان لعيب يسدد كوره من خارج منطقه الجزاء في المرمى بيبقى حدث دلوقتي في الدوري المصري. لعيب انه يعني يبقى عنده كواليتي وتكنيك ان هو في خط الدفاع ما يشتتش الكوره تشتيت عشوائي وانه بيباصيها بطريق صحيح حتى هو مضغوط عليه
احنا عندناش يعني الابجديات دي بقت امل دلوقتي للاسف. انا باستثناء النادي الاهلي كولر بيحاول يظبط ده مع وممكن بيراميدز برضه عشان اكون امين معاك، لكن ان كان بيراميدز مش فريق بطولات وما زلت عند رايي متمسك برايي ده انه ما عندوش ظهير جماهيري، لكن باستثناءات قليله جدا معظم انديه الدوري المصري عندها المشاكل بشكل كبير جدا، وغياب الجماهير ده عنصر مهم جدا. لعيبه منتخب مصر المحليه لما بتجد جماهير بشكل كبير جدا ممكن بيتخضوا او بيترعبوا، فنتمنى ان شاء الله كمان زياده عدد الجماهير. لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا في قطاعات الناشئين، وفي بعض اللعيبه في انديه كبيره جدا عندها اصلا مشكله في اساسيات كره القدم كما ذكرت. يعني قطاعات الناشئين دي عملنا فقره كامله عنها، شاهدنا برضو في الاخبار المختلفه ان في تطوير وفي اهتمام بقطاعات الناشئين المختلفه في الانديه، واحنا عندنا في النادي الاهلي في اهتمام كبير. طيب معلش احط ايدي على الازمه فين طالما احنا بنتكلم عن قطاع الناشئين دلوقتي، بس سريعا استاذ احمد، المشكله في ان قطاع الناشئين عند الانديه المختلفه مش لاقي الاهتمام مثلا الكافي، مش لاقي الدعم الكافي، ولا حضرتك بتتكلم على المجاملات والاختيارات اللي فيها؟ الله، واضح ان هي كده المجاملات. انت حطيت ايدك على الجرح نهاوند، انا بحييك بشده. ده فعلا المجاملات. لا في معظم الانديه، مش طبعا مش عامم طبعا يعني التعميم مرفوض، لكن معظم او عدد كبير، بلاش معظم، عدد كبير من الانديه في طب واللي بيعملوا كده مش شايفين الانعكاسات المحسوبيه دي للاسف دلوقتي عليهم هم نفسهم؟ معظم الانديه الكبيره دلوقتي بتستسهل ان هي تشتري. يعني لا استسهل ازاي؟ ما انا ابن النادي عندي اهم اكيد من صفقه هدفع فيها بالظبط ملايين. لا حتى الانديه، مش عايز اقول الاهلي والزمالك او بيراميدز بيدفعوا ملايين، فيوتشر او معظم الانديه، دي منتاليتي غريبه جدا، بيدفعوا يعني ملايين يعني. فيعني لا يعني الحقيقه في قطاعات الناشئين عندها مشكله بشكل كبير جدا، ان لم نتداركها احنا هنتعب بشكل كبير جدا في حقبه ما بعد محمد صلاح، هنتعب جامد على مستوى منتخب مصر. طبعا ده ملف عايز بصراحه فقره يعني كامله، لان اتكلمنا فيه قبل كده بس كان سريعا. لكن قطاع الناشئين هو الاساس، انت بتعمل البيز بتاعك بتبنيه صح عشان بتفق معاك تماما بعد كده طبعا. وهي اصلا انت بتقيس في الاول في الاخر اي قطاع للناشئين في اي نادي بكم عدد برضو اللي انت صعدتهم للفريق الاول، هو مش قطاع ناشئين قوي وخلاص بالزبط. يعني بالعدد يعني احنا اتكلمنا عننا عن النادي الاهلي، لا على مدار التاريخ والاجيال المختلفه احنا صعدنا كتير جدا من ابناء النادي. يعني اعتقد ده دور اتحاد الكوره ان اراد تقويه مسابقه الدوري المصري بشكل كبير جدا، ان يشوف قطاعات الناشئين ويشوف الامور دي كلها للتطوير في الفتره المقبله، ان استمرار كما ذكرت لكن بهذا الشكل هنتعب جامد جدا في حقبه ما بعد محمد صلاح. محمد صلاح هو 30 سنه طبعا، نتمنى انه يستمر اطول وقت ممكن في الملاعب، لكن هو بالتاكيد هيجي ان شاء الله يعني هيجي في وقته وخلاص يعني يعتزل. فنتمنى ان شاء الله الامور تتحسن باذن الله الفتره الجايه. نورتني يا احمد، ده شرف ليا والله يا كريم، انا ببقى يعني بطلع معاكم بجد انت ونهاوند بيبقى شرف كبير جدا. معلومات غزيره طبعا وتحليلات رائعه مننا. لا بهزر. نورتنا يا احمد والله، ربنا يخليك. نشكر حضراتكم. لا مين فينا هيختم بقى؟ انا اقترح انت، انا شايف ولا انت ايه؟ انا رايي مش عايز طبعا. نشوفكم بكره ان شاء الله.